السيدات والسادة الحضور مشاهدين عبر شاشات التلفزيون، برحب بحضراتكم في المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن عقد الشراكة بين المتحدة للتسويق الرياضي وشركة برو كومباني للتسويق الرياضي. من مدينة العالمين الجديدة، مدينة السحر والجمال، المدينة اللي تحولت في 6 سنوات فقط من حقل ألغام لمدينة أحلام. عقد النهاردة إن شاء الله هيتوقع كمان شوية، هيخلي كل حد خارج منطقة الشرق الأوسط شمال أفريقيا في الأماكن اللي احنا قلنا عليها وربما أبعد أماكن أنا معرفهاش، هيقدر يتفرج على مباراة الدوري المصري لايف. بالنسبة للدوري المصري هو أقدم وأعرق دوري عربي، فهذا أول سبب يجعلنا نحن في شركة The Pro Company فخورين جداً وسعداء جداً أنه نعمل في أعرق وأقدم دوري على المستوى العربي. تأكدنا فعلاً أن المنتج المصري منتج نقدر نحن ننقله للعالم، وننقله بشكل ابتكاري خارج الصندوق عن طريق التطبيق والوسائل الجديدة في البث، بعيداً عن الأشياء التقليدية اللي هي التلفزيون والقنوات الرياضية. أهدافنا كانت واضحة جداً بالنسبة لنا كشركة، طبعاً تنمية الموارد لدعم الكرة المصرية عن طريق موارد مختلفة، انتشار لخارج حدودنا المعتادة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رفع قيمة الكرة المصرية التسويقية عن طريق التوزيع الجغرافي الأبعد عن حدودنا اللي اتكلمنا عليها. ودلوقتي جت اللحظة اللي كلنا مستنيينها، اتفضلوا على الستيج لتوقيع عقود الشراكة.